مهندس عبد المنعم محمد، بنتكلم على الرمان او هنتكلم بصفة عامة عن اراضي مصر. بالنسبة للارض هنا احنا بنختار الارض وبنشوف ايه المحصول المناسب لها من حيث الارض ومن حيث المية، وبنحدد المحصول على احتياجات الارض والمية للمحصول اللي هيلاقي. فالمنطقة اللي هنا من افضل المحاصيل اللي بتوجد فيها كنخل، رمان، زيتون، جوافة. المحصول المناسب واللي احنا ابتدينا نشتغل فيه هو محصول الرمان. نتكلم على اصناف الرمان، عندنا في اصناف كتير في مصر، لكن الصنفين المشهورين قوي في مصر هو الرمان 116 اللي احنا فيه حاليا، والرمان الواندرفول، تمام، والرمان المنفلوطي ده اللي هو بينتشر بيه اهلنا في الصعيد، اهل الصعيد هناك، والبلدي. بالنسبه لمنطقتنا احنا زارعين صنف 116. ليه 116؟ الصنف 116 صنف مبكر جدا، بيبتدي الحصاد بتاعه من 1/8 وبينتهي لحد ممكن بيمتد معايا لحد 5/9، وده بيكون مبكر عن المنفلوطي وعن البلدي وعن الاصناف الثانيه. الثمره بتاعته بتميز ان هي بتكون متوسطه الحجم من 250 لحد 350 جرام. صنف هو في حاجه هو بيناسب الذوق الاوروبي مش الذوق المصري، لان هو بيكون حامضي وعشان كده هو بيصلح لعمليه التصدير، بيكون ملائم جدا. هو ملائم هنا لطبيعه الارض اللي احنا زرعينه فيها، ملائم لطبيعه التربه. صنف بنقوله مبكر ومن الحاجات الكويسه، وزي ما انت شفت حضرتك في موضوع الحصاد اللي احنا شغالين فيه، فاحنا شغالين فيه على مجال التصدير، لانه صنف بيلائم الذوق الاوروبي مش الذوق المصري. الذوق المصري ما يحبوش قوي، الذوق المصري بيلائم الواندرفول، هو بيكون ملائم ليه اكتر من الذوق الايه؟ من الصنف ال 116. معاك حماده عبد القوي، محمد السيد حمد. الرمان ده اللي في الصحراء هنا اللي موجود عندنا كله نوعين، نوع اسمه واندرفول ونوع اسمه 116، تمام؟ اللي هو 116 ده اللي هو ده اللي احنا شغالين فيه حاليا، لسه الواندر ده قدامه 20 يوم، تمام؟ ال 116 ده طبعا اللي هي بتبقى حبايته ايه؟ حمراء جامد زي كده، تمام؟ لازم برضو تغطيه من الورق زي كده بحيث انك ايه؟ الشمس ما تتبهدلهوش وكده. واللون طبعا ليه نسبه كبيره. هو دلوقتي عامه الرمان سكراته لسه بتبدا تنزل، يعني هو دلوقتي احنا لسه في موسم ايه؟ لسه يا دوب سكراته لسه بتنزل فيه، اول الرمانه ما تبقى زي دي كده، دي كده تتاكل دلوقتي. لكن اقل من اللون دوت تعرف ان هي هتبقى حادقه. وبعدين احنا عندنا هنا برضو في ميزه كويسه في الصحراء، اللي هي ايه بقى؟ عندنا هنا الميه مالحه شويه، في نسبه ملوحه، كل ما تبقى الارض مالحه كل ما بتدي معاك سكريات اعلى. دي برضو حاجه ناس كتير ما تعرفهاش، يعني غير البداري، رمان البداري لسه قدامه شويه كتار. لسه يعني ولا 20 يوم ولا شهر عبال ما نشتغلوا فيه، لسه طعمه مش حلو، لكن ده واخد سكريات من دلوقتي وبسم الله ما شاء الله. يعني احنا عندنا مثلا الواندر فورد من زمان قوي هو نازل، بقى له اكتر من كرون، لكن ده لسه نازل بقى له بالظبط 8 سنين او 7 سنين، مش قديم الرمانه دي على فكره، ده بقى له 7 سنين بس نازله. هو التصدير، احنا لما بنتكلم على التصدير احنا عندنا ثلاث اقسام من الشغل في الرمان. دول اوروبا، وتشمل اوروبا انجلترا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، دول روسيا، الصين، الدول دي كلها دي اللي بتستخدم الرمان عندنا. روسيا بتسحب منه كميات، ودول اوروبا بتسحب منه كميات. الدول العربيه كمان، العراق ولبنان وهنا، فبرضه بيمشي تصدير دول عربيه. وهنا برضو بياخدوا كمان الدرجه الثانيه، او بنعمل بعد عمليه الفرز وكده، بيخش ممكن يكون في الفاخر بتاعنا او الشيء الملائم، بيروح زي السوبر ماركت، هايبرات، الاشتراطات. الاشتراطات دايما في ثمره الرمان ان هي تكون خاليه من التشوهات الخارجيه، الاكاروس، اي تشوهات، لفحه شمس، اي الكلام ده. بيكون بيشترط ان اللون الخارجي يكون لون كامل، لون احمر كامل، اللون الداخلي يكون لون احمر كامل، السكريات من 13 ل 14. ده بيكون ده بالنسبه لموضوع الرمان. يعني كان في سابق الازل قبل سنتين كان معروف في مصر كلها ان ال 116 ما تورقش، ولكن لانه هو صنفه مبكر فبيجي قبل او بيدي لون قبل درجه حراره ما ترتفع ولفحه الشمس. فمع التغيرات المناخيه اللي حصلت كان لازم ان احنا نخش بان احنا نعمل عمليه توريق. ليه؟ لان اللي بيتورق اساسا الواندرفول. فلما بنورق ال 116 النهارده حد يقول لك ليه بتورق ال 116؟ عشان التغيرات المناخيه. فاحنا عشان ارتفاع درجه الحراره ولفحه الشمس ابتدينا ورق 116، ولما بنورق 116 بتطلع الثمره كامله اللون وملساء وناعمه جدا. ربنا لما قال اول في كتابه العزيز اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم، مصر فيها كل حاجه،
الرمان بقى من المحاصيل اللي بتخش في موضوع الادويه، خاص بعلاجات السكر، خاص في جميع انواع الفيتامينات، جميع انواع، يعني في حاجات كتير جدا مفيده لجسم الانسان. قشر الرمان ده بيستخدم في الاعلاف، قشر الرمان بيستخدم في حاجات كتير جدا. فثمره الرمان زي ما احنا بنقول كده في يعني في اللغه الدارجه من ثمار الجنه، ودي الثمره الوحيده اللي ربنا بتستفاد من كل حاجه، تستفاد من القشر، تستفاد من البذر. النهارده في اتجاه جديد اللي هو المجمدات، وده على مستوى العالم كله. فالرمان ده بيخش مجمدات وبيخش عمليه تفريط، فليه مجالات كتير جدا في الاستخدام بتاعه. والله في معايير كتير ان انا بختار على اساسها الارض، ومن نوع الارض انا ببتدي انطلق اتجاه انا بالمحصول رايح فين. يعني انا شفت ناس كتير قوي، ودي غلطه حصلت في مصر كلها، بيجي في منطقه العالمين ازرع موالح برتقال. طب انا عندي طبيعه التربه هنا وطبيعه الميه في منطقه العالمين لا تصلح للبرتقال، لا تصلح للعنب. طبيعه التربه ممكن تصلح، لان انا يعني لو عندي ميه كويسه وجوده كويسه هقدر ازرع المحصول واعمل عمليه غسيل والكلام ده. طب انا عندي هنا ميه في العالمين او منطقه العالمين تتراوح ميتها من 1500 ل 1800 ل 2000. طب ايه لازم ادور على المحصول المناسب للمنطقه عشان انا ما اضخش استثمارات ملهاش لازمه. فموضوع اختيار الارض واختيار المحصول، لان الزراعه فيها كلمه واحده بس هي اختيار محصول، واختيار المحصول لازم اكون بدرس اختيار المحصول على اساس التربه والميه اللي عندي هيلاقوا محصول ايه عشان ازرعه. بص، شجره الرمان عبال ما بتطرح او تثمر هي بتوصل السنه الثالثه، بتديني بدايه بشائر انتاج، بتوصل البيك بتاعها في السنه الثامنه، يعني قمه الانتاج بتاعها في السنه الثامنه. شجره الرمان في ناس كتير بيتكلم على شجرتين في مصر ان هم ادارتهم سهله وما فيهمش مشاكل، واللي هو الزيتون والرمان. بقول على شجره الرمان لو تم ادارتها اداره صحيحه جدا انت هتلاقي خير من وراها كتير جدا. يعني احنا بنتكلم انا في السنه الثامنه بوصل ل 15 طن فدان. احنا كنا زمان بنزرع الرمان 3 في 5 و3.5 في 5، وده عشان فاحنا بنحافظ على حته 5 ديت اللي هي المسافه بين الصفين، ده عشان استخدام الميكانه واستخدام الرش والمعدات. لكن بدا الاتجاه الحديث ان انا اكثف الزراعه النباتيه، فاحنا النهارده بنوصل بدا يوصل ان انا بدل 3 في 5 بوصل 2.5 في 5، وصلنا 2، واللي قدامك ده مزروع 2 في 5. بالنسبه للرمان ده بيعتبر حياه، تمام؟ الرمان مصدر دخل لينا وللناس كل اللي شغاله. جميع محافظات الجمهوريه معاك، كفر الشيخ، المنصوره دي طبعا الاساسي، سوق البلد الجمهوريه بحالها المنصوره. لا بص، هو الرمانه دي عامه اللي يعرفها يعني في عندنا حاجه كويسه خالص، اللي هي يعني الرمانه دي اصلا مش الفوائد بتاعتها مش بس الحب، يعني للافضل يعني الحاجه القشر الابيض ده. بص يا استاذنا، القشر الابيض ده انك تاكله كده بالحب، تاكله كده كل الفيتامينات وكل اللي احنا عايزينه اصلا في القشره البيضه دي، ده اللي فيها المفيده للجسم ومفيده لكل حاجه عامه. يعني انا في اليوم اكل 3 4 بقشرهم كده، اطير القشر الاحمر اللي بره ده واكل بالجلد الابيض اللي جوه ده، ده اللي فيه الفوائد كلها عامه. فهو فيه فوائد جامده يعني للجسم ولكل حاجه. اول ما يبدا يحمر كده بنشيل الورق ده من عليه، تمام، ونجمع على طول.